وربما هذا السؤال قد يبدو لبعض مسألة عادية، لكن لا. عندما نلحظ حضور القضية الوطنية في أجندتنا وفي مبادراتنا، لابد ليس فقط كشبيبة العدالة والتنمية، وإنما كفاعلين في الحركة الشبابية في بلدنا، أن نتساءل عن ضعف في الحضور، وأن نتساءل عن أحيانا عند البعض عند الضعف في الترافع عن القضية الوطنية، في حين